السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة، ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة، اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم، اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهارده هنقدم لحضراتكم بعض الطرق البسيطة جدا والمتاحة للجميع إن شاء الله، تعمل على علاج حموضة المعدة. لكن قبل ما نقدمها لحضراتكم، حابين نقول إن لا يعتد بالمعلومات اللي هنقدمها في الحلقة كمرجع طبي، وفي حالة القلق منها المرجو من حضراتكم دائما وأبدا وفي كل حال استشارة الطبيب. أما بالنسبة للطرق فهي سهلة جدا إن شاء الله. أول حاجة، أول طريقة منهم، هنستخدم فيها قشر الرمان المطحون. هنجيب كمية منه، نبدأ نطحنه بشكل جيد، بعد كده نبدأ ناخد معلقة من مطحون قشر الرمان ونحط معاها معلقة من عسل النحل، نخلطهم بشكل جيد ونبدأ إن احنا ناخد معلقة من الخليط دوت بعد وجبة الغداء. الحاجة اللي بعد كده هنستخدم الزعتر، الزعتر الجاف، هنستخدم منه مقدار معلقة سواء كانت مطحونة أو غير مطحونة، المتوفر في البيت إن شاء الله نبدأ نستعمله. هناخد معلقة ونبدأ إن احنا نضيفه إلى كوب من الماء ونبدأ نغليه على النار، نرفع المغلي دوت ونصفيه ونبدأ نشرب من المشروب دوت مرتين في اليوم. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة، نستخدم عشبة اسمها عشبة البقلة الحمقاء أو الرجلة البري، قدمناها لحضراتكم في أكتر من حلقة. هنجيب من العشبة ديت بعض الأوراق والأغصان اللي هي الخضراء، ونبدأ إن احنا نضيف لها قليل من الماء ونبدأ نضربها في الخلاط الكهربائي لحد ما يبقى عندنا عصير البقلة الحمقاء. نبدأ نشرب من العصير دوت مقدار فنجان صغير في وقت الشعور بالحموضة، يعني أول ما نحس بحالة حموضة نبدأ إن احنا ناخد فنجان من العصير دوت، إن شاء الله يعني بيعالج الحموضة والحرقان اللي موجود في المعدة. آخر حاجة عندنا، وهي طبعا تقريبا معروفة للجميع وتعتبر من أسهل الطرق المتاحة اللي بتعالج الحموضة، في وقت الإحساس بالحموضة يا جماعة، ممكن إن احنا ناكل القليل من الخس سواء الأوراق أو الأغصان، أو إن احنا ناكل الخيار الطازج. أي طريقة من دول إن شاء الله بتعمل على إن الحموضة بتذهب في الحال، وده بفضل الله سبحانه وتعالى. أتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم بالحلقة. مش حابين نأكد أي عشبة أو أي نبات أو أي وصفة في حالة المعاناة من أمراض مزمنة أو في دواء مستمرين عليه، يبقى استشارة الطبيب شيء آمن جدا وصحي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.